يسعد صباحكم اكيد من جديد. ووصلنا لفقره التجميل واخصائيه التجميل الاء شقيدف لحتى نحكي عن كم من شغلة بالميك اب. يعني إبراهيم سمع حديثنا أنا وألاء تحت الهواء، ركض إبراهيم قال لي خليكم أنتم مع بعضكم واسألوا الأسئلة اللي بدكم إياها. حبيبة قلبي ألاء نورتينا ويسعد صباحك يا رب. يا حبيبتي بوجودك يا روحي، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بالبداية بدنا نحكي عن البرايمر. نعم. بدنا نعرف شو يعني برايمر. أوكي. وقديش ضروري نستخدمه. أوكي. هلا هو البرايمر عبارة عن أساس من أساسيات الميك اب. كثير من الصبايا بيجهلوا هذه الأمور لأنه أصلا هو له عامل أساسي جدا مهم لحماية البشرة. هلا إيش هي وظيفته؟ أولا وظيفته إنه يحمي البشرة من الفونديشن أو أي إشي بنحط سواء باودر. طب قبل ما تروحي لوظيفته ألا هو طبعا. عبارة عن شو؟ هلا في عندك كثير أنواع، عندك الجل بيعزل يعني طبقة عازلة. طبعا هو طبقة عازلة بيحمي البشرة من الجو، من الميك اب، من أي شيء بتحطيه. يعني ما بنسمح الميك اب إنه يفوت لجوا بسمات بشرتنا. بالضبط. هلا بس في عندك أنواع كتير منه. أوكي. عندك للمسام الواسع، عندك للتجاعيد، عندك خاص للعين، الجفن العين، عندك كمان للشفات، عندك كمان للشعيرات الدمويه المتكسره والحب الشباب. هلا في عندك انواع برايمر بلون وفي عندك انواع برايمر شفاف. تمام. هلا البرايمر بلون بنحط على مشكله البشره. مثلا نحكي الزبونه عندها نمش، الزبونه هون عندها الشعيره الدمويه متكسره، في عندك الوان، في عندك البرتقالي، عندك الاصفر، عندك تمام. الاخضر، هذا بيكون مدموج معه برايمر. يعني غير فوائده انه هو بيمنع من دخول الميك اب لمسام بشرتنا، كمان بيخفي عيوب بشرتنا. بيخفي عيوب البشره. في انواع بتخفي، في انواع ما بتخفي، بيكون شفاف عادي ما له لون. تمام. هلا اللي ما له لون شفاف ممكن نحطه لكل نوع بشره. مثلا بشرتك دهنيه بنحط للبشره الدهنيه عشان يخفف نسبه دهون البشره. عندك للمسام الواسع بيخفف نسبه المسام. كنت افكر البرايمر واحد. لا، انواع كثير البرايمر. حلو. كثير انواع. حلو. مثلا عندك هون زبونه عندها افرازات مفرطه بالدهون، فانا شو بعملها؟ بحط لها البرايمر عشان يخفف نسبه الافراز. تمام. هلا المسام الواسع احنا كثير بنلاقي مشاكل في زبايننا، مثلا فعلا المسام بيكون منظره مو حلو بالشغل، خاصه لما بنحط الفاونديشن. بالضبط. بيزيد اكثر. مزبوط. فاحنا بهيك حاله بنريح حالنا لانه هذا يعتبر من اساسيات الميك اب، نجاح الميك اب بالبرايمر. طيب. والاساس الا الطريقه الصح لحتى احنا نحط البرايمر قبل الفاونديشن بقديش، والطريقه اللي نحط فيها البرايمر؟ اولا هلا لما نيجي نحط البرايمر ضروري تكون البشره نظيفه. تمام. 100% يعني نحط ملك وتونيك اكيد قبل ما نغسل الوجه، بنحطه بطريقه زي مساج. نحط مويسترايزر ولا ما في داعي؟ لا ما له داعي. أوكي. اذا انت بالليل طالعه، اذا بالنهار ممكن تحطي. اوكي. بعدين بنتركه شوي كده دقيقه لحد ما تشربوا البشرة، وبعدين بنبلش نحط فونديشن. هلا ايش وظيفته كبعد قبل فونديشن؟ اولا بيساعدني على فرد الفونديشن، لما تفرد الفونديشن بيسهل عليك يكون الفرد، اسهل. بالضبط. وبتكسرش معك الفونديشن وبثبت الفونديشن فترة اطول. احنا هلا الجو حامي شوي. حلو. فاحنا بدنا نحافظ على ثبات الميك اب انه ما يتكسر. ما يشقق، ما يحور. فهذا البرايمر كثير بيساعد. بصير نحط البرايمر وما نحط فونديشن؟ نستفيد مثلا انه كنوع من الحمايه. بصير. مزبوط. بس اذا انت مش طالعه سهره او حفله بالبيت مثلا، حابه تظبطي حالك، حطي برايمر بعدين باودر. تمام. ضل شيء بدك تحكي عن البرايمر؟ بدي احكي كل صبيه تهتم ببشرتها. اوعك يا صبيه تحطي فونديشن قبل ما تحمي بشرتك. هاي نصيحه طبعا الاء اعطتني اياها تحت الهواء. فعليا انا ما بستخدم برايمر بس لازم نصير نستخدم. طبعا لانه احنا ما بدنا نخرب بشرتنا. ما بدنا نزيد مشاكلها، فضروري جدا تحافظي وتختاري البرايمر الصحيح لنوع بشرتك. تمام. نروح لموضوعنا الثاني. تمام. واشكال العيون. أوكي. والميك اب المناسب لشكل كل عين. أوكي. كتار صبايا بيكونوا عيونها حلوين بدون رموش بدون ميك اب، شو الغلط اللي عم تعمله لحتى الميك اب مش تمام؟ هلا اول قاعده للاي شادو او شكل العين، اول شيء تدرسي شكل العين. هلا في عندك انواع كثير. مثلا العين الجاحظه، المبطنه، الغائره. هلا كل وحده لها تكنيك ميك اب. مثلا هلا في عندك هون بالصوره عيونها مبطنين والمساحه كثير صغيره بين الحاجب والعين. تمام. فبهيك حاله ممنوع نحط لها اسود، لانه احنا لما نحط اسود احنا بنضيق المساحه، هون مجرد بس حاطين لاينر فغلط. لا
هيك تمام يعني. هلا لما نحط لاينر رفيع، لا قصدي عن الشادو الاسود غلط نحطه على جفن العين 100%، لانه اصلا المساحه عندها هون صغيره. فهون شو عملنا لها؟ حاطين الوان ترابيه ومدخلين اللاينر العريض تمام. وبنفس الوقت عاملينها ليفتنينج. هلا كثير ترند دارج الميك اب كله المرفوع لفوق. شو بيساعدنا هذا؟ بيعطي مساحه للعين، الحواجب المرفوعه لفوق. هلا حاليا 2023-2024 كثير دارج هذا. بس بتعرفي الا العيون المبطنه مو سهل ترسمي لها اي لاينر، نعملها مش جفن. كل مزبوط. الصبايا المختصين بالميك اب بتعرف عن جد ترسم لها الاي لاينر. اكيد. هلا العيون المبطنه لها قواعد اساسيه، مثلا ممنوع يعرض اللاينر معي، نرسم على حدود العين انه يعني مش درس وحافظينه، نرسم على شكل العين بحيث انه يبين لما تفتح الزبونه عينها. هلا في ناس بيخربطوا بالرسم، يعني مثلا بيعملوا عريض فبتسكر العين كلها. هاي معاناه صراحه لعيونها مبطنه، بتحسيها عملت الميك اب على الفاضي. مزبوط صح. طيب نروح للشكل الثاني. هلا دائما في قاعده اساسيه للاي شادو، لما تلبسي لنسز او يكون لون الزبونه عيد عدسات زرق، اوعك تحطي لون ازرق، دائما خالفي اللون يعني اكسري من حده اللون. احنا بنشوفهم بس كره زرقاء او الكحله زرقاء او عيون زرقاء. مزبوط. فاحنا هون شوفي حاطينها الوان بينك وملاينر ونهائي مو مدخلينه للون الازرق نهائي. طيب الاء للرموش بتفضلي انه يكونوا من اول العين لاخر العين؟ حسب العين. حسب العين بالضبط. طب قولي لنا كيف؟ يعني مثلا اذا كانت العيون قريبه، بتكون سبحان الله العين قريبه على بعض، فبنضطر نحط لها رموش طرفيه بس من على اخر العين. بالضبط، على نهايه الزاويه الخارجيه. ونفس الشيء هاي بتكون مع العيون المبطنه والعيون حسب. في عيون مبطنه قريبه، في عيون مبطنه بعيده. أوكي. تمام. والانف كمان بيلعب دور. طب كيف نعرف اذا عيوننا قريبه او بعيده؟ هل المسافه بين العينتين تساوي عرض عين واحده؟ كيف يعني؟ تخيلي عين ثالثه عندك هون. وهل معقول رسمه حواجبنا والمسافه اللي هون بتاثر على حجم العيون؟ 100% 100%. هي كلها قواعد اساسيه للميك اب، المسافه بين العينتين تساوي عرض عين واحده، والمسافه بين حاجبين كمان عرض عين واحده. حلو. تمام. معلومات حلوه صراحه من هلا. تمام. الصوره اللي بعدها هنا سموكي ايس الميك اب. دائما اختيار اللون الاسود يعتمد على شكل العين والمساحه الحاجب والعين. هلا انا بفضل دائما اي وحده عينها غائره اللي داخله جوا بتحسيها، تبعد عن الغوامق تماما. لمعمسات احنا بنقول العيون. لمعمسات. مزبوط. تمام. تبعد عن اللون الغوامق تماما. هلا لمين هاي بتناسب؟ للعيون اللوزيه، للعيون المبطنه حلوه عليها السموكي ايس يعني. حلو. وفتحنا شوي على الزاويه الداخليه عشان يعطي اضاءه. انا صراحه بحس لعيونهم لوزيه هم محظوظين كثير بالميك اب. صح، هي العين المثاليه. صح. فعلا فعلا. صح. يعني بلبق لهم كل الميك اب. طيب الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها اوكي. هلا شوفي هون الصبيه هاي ايش تعتبر لوزية عيونها؟ مثالية. أوكي. ومساحة الحاجب والعين كتير مثالية. فهنا ما غمقنا لها الألوان كتير، اشتغلنا على الإشي الناعم، على البنك. هلا كتير دارج اللون البنك بشكل عام الترند. هون ألوان ترابية، بحس هاي الالوان مرغوبه اكثر. اكثر الوان. مزبوط. اكثر يعني الوان. بعدنا عن الاسود والسموكي، حتى السموكي صرنا نعمله بالوان ترابيه. مزبوط مزبوط. كثير هلا دارج الالوان كل مكان. هلا دارج الناعم كل مكان، الميك اب ناعم كل مكان، ارقى واحلى ومناسبه للسموكي وبيبرز الجمال اكثر. صح. هاي شو يعتبر نوع عيونها؟ تعتبر لوزيه مبطنه. ممكن نجمع النوعين مع بعض. طبعا طبعا. أوكي. لوزيه مبطنه. هون سحبنا العين واشتغلنا على الرموش الخارجيه، اشتغلنا على السواد على الزاويه الخارجيه. والحواجب هير باي هير. انا دائما هلا بحب اشتغل حاجب شعره بشعره عشان يبين المنظر كثير طبيعي. اوكي. هلا ممكن احنا نكون ببدايه عمرنا عيوننا لوزيين ومع العمر يقلبوا مبطنين 100%. ممكن عن جد تقدم العمر ياثر على شكل. صح. العين اكيد. هلا اللي معهم مشاكل غده درقيه بتحس العين بتنفخ عندهم. اوكي. سبحان الله، من فوق ومن تحت، فبتصير مبطنه. فبهيك حاله يعني او بتكون عامل وراثي، بس تكبر الوحده بتغير. هلا ممكن التجاعيد بتنزل العين، بتهبط. صح. العين. صح. فصاروا يلجؤوا للعمليات التجميل. بالضبط. والبوتوكس صاروا لما يضربوه هون يوسع شوي العين. مزبوط. اكثر. مزبوط. فاحنا دائما نختار الشيء الصحيح اللي يناسب شكلنا وعيوننا وهذا الشيء. تمام. والرموش زي ما قلت حسب حجم العين، يا بنحطه على العين كامل يا اخر العين حسب العين، اذا كانت العين متباعده او متقاربه.
وبدي أنصح كل صبايا إنهم يهتموا بجمالهم وشكلهم وحتى بالعين نفسها لازم نهتم، يعني نحط كمادات شاي، نحط أطراد ترطيب لأنه هلا الكونديشن بنشف العين فعلا. شوي، فدائما البسوا النظارات الشمسية، النظارات الشمسية جدا حماية للعين صح. لأنه لما تحس زبونة عينها حمراء أو أنت مثلا تحسي حالك مرهقة وتعبانة، فرجاء أن تهتموا بحالكم وبصحتكم. أكيد بدنا نشكرك ألا نورتينا، شكرا لك وشكرا لكل هالمعلومات الحلوة يا حبيبتي، شرفتونا يا قلبي، يعطيكم العافية، يعافيك يا رب.